أفلح من صلى على محمد وآل محمد. ثانية، ثالثة، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، فيا راكبا شدقميا في قوائمه يطوي أديم الفيافي، يطوي أديم الفيافي كلما زرع عجب المدينة وصراخ في شوارعها بصرخة تملأ الدنيا بها، جزعا نادي الذين إذا نادى الصريخ بهم لباوا قبل صدى من صوته رجعا، قل يا بني شيبة الحمد الذين بهم قامت قوائم دين الله فارتفعا قوموا، فقد عصفت في الطف عاصفة مالت بأرجاء دين الله فانصدعا، لا أنتم أنتم إن لم تأتوا بها شعواء مرهوبة مرأة ومستمعا، فلتلطم الخيل وجه الأرض عادية، فخد نزار للثرى قد ضرعا، ولتذهل اليوم فيكم كل مرضعة فرضيعه من دم أوداجه رضعا، جت الضعينة قاصدة أرض المدينة فيها عن السجاد متزايد وني، من لاحة بيوت المدينة ارتفع لصياح، صاروا يدقوا صدورهم وارتفع لنياح، نادوا يا هل نحسنكم في كربلة، نادوا يا هل نحسنكم في كربلة، راح راح الولي واحنا بعد عينا سبق، أقبل محمد والعبيد شمال ويمين يلطم على راسه ويهمل دمعة العين ويقول انذبح لحسين وحزني
ويقول انذبح لحسين وحزني على حسين انقطع صوته وغشي عليه وغمض عين. أم البنين أقبلت تلطم فوق خدها، أم البنين أقبلت تلطم فوق خدها، تسايل علي السجاد عن خيرة ولدها، قالها أوليدك قطعة وكفوفة من زندها، وصاب بعمد راسه وصاب بسهم عي. أم البنين أقبلت لعد زينب تنادي، بالله يا زينب وين خليتي أولادي؟ يقولون ضلع عباس مقطوع، يقولون ضلع عباس مقطوع الأيادي، السهم صابع وينته والراس نص. صاحت يا يمه لا تذكريني بعباس، صاحت يا يمه لا تذكريني بعباس، السهم صابع وينته والعمد في الراس، وظل فوق النهر جثة بلا راس، وضيعت أحوالي من عقب عباس وحس. صاحت يا زينب فصلي لي مصايب يوم عاشور، علميني عن أولادي، علميني عن أبو فاضل، إن شاء الله بيض الوجه وياكم. نادت يا زينب فصلي لي مصايب يوم عاشور، عن أبو فاضل وأخوانه البدور، ليكون يا زينب جرى من أولادي يكسور، ليكون يا زينب جرى من أولادي يقصور، ليكون ما بدل النفس من دون لحس. جواب العقيلة زينب ايش قالت لأم البنين؟ يم البنين الأربعة كلهم نشامة، يم البنين الأربعة كلهم نشامة، نصر ولدين المصطفى وحمول إمام العباس، جاب الماي وسقى لليتا. ما ضاع فيك الاسم سموكم أم البنين. يم البنين الأربعة تشهد لك الناس، ما حد فعل فعل البطل، ما حد فعل فعل البطل عباس، وتاليها ظل فوق النهر جثة بلا مقطوعة، مقطوعة شمالة الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مكانة أم البنين فاطمة الكلابية سلام الله عليها بين نساء أمير المؤمنين،
متى تزوجها أمير المؤمنين؟ ما هي في العالمات؟ لما تذكر عالمات فاضلات ما هي؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاة السيدة الصديقة الطاهرة جوهرة العصمة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها ولعن الله ظالميهم أجمعين، بعد وفاتها بسبع ليال تزوج بأول زوجة بعد الزهراء. الزهراء ما لها كف إلا علي، علي ما له كف إلا الزهراء فقط، حبيبة الحبيب بنت المصطفى، كفء علي وكفاها شرفا، وفضلها كالشمس، الضمير عائد إلى الزهراء، وفضلها كالشمس ما به خفاء، حتى على الرسل لها تفضيل، ولربما يكبر عند من جهل تفضيلها على الورى حتى الرسول. يعني بالتالي الزوجات التي تزوجهن أمير المؤمنين ليس له فيهن كف إلا الزهراء فقط، الزهراء، وليس للزهراء كف إلا أمير المؤمنين علي. بعد وفاتها بسبع ليال وقيل تسع ليال تزوج أمير المؤمنين صلى الله عليه، تزوج بمن؟ تزوج بأول زوجة بعد الزهراء وهي السيدة أمامة. أمامة بنت من؟ أمامة بنت سعيد ابن العاص ابن الربيع ابن عبد شمس ابن عبد مناف. ولما تسمع عن واحد من أعداء الإمام علي عليه السلام اسمه عمرو بن العاص، ترى ما له علاقة بسعيد بن العاص. عمرو بن العاص ذاك من بني وائل، عمرو بن العاص بن وائل بن سهم من بني سهم، ووالد أمامة اسمه سعيد بن العاص من العباشمة، حتى لا تلتبس عليك الأمور. أمها أم أمامة من؟ أنت تستمع قول الخطباء في وفاة السيدة الزهراء، من هالمرض ما أشوف يا حيدر سلامة، تزوج بعد عيني. من هي أمامة؟ هذا أبوها. وأمها أمها زينب ابنة من؟ ثلاث بنات، زينب ورقية وأم كلثوم، محل خلاف تاريخي. من المؤرخين من يقول أنهن بنات رسول الله نسبا، ومن المؤرخين من يقول أنهن بنات النبي سبب، يعني قصده سبب قال خالتهم السيدة خديجة وربتهن، فالنبي أبوهم بالسبب. أما آراء الشيعة فيقولون لا، بنات النبي بالنسب وليس بالسبب. زينب تزوجت بسعيد المذكور وأنجبت ثلاثة أبناء، خالد ويعرف بأبي أحيح رضي الله عنه، قريب من الإمام علي، جدا قريب من الإمام علي، يحمل لواء الإمام علي في المعارك. الثاني عبد الرحمن، الثالث هو أول من صلى جمعة في الأحساء في جواسة، أول جمعة أقيمت في الإسلام بعد المدينة المنورة. أين؟ أسمع الشاعر الأحصائي قبل 1000 سنة يقول: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب، أيام لا مسجد للناس تعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذو الحجب. ماكو مساجد إلا هالثلاث، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد جواسة. فبعث النبي أول أمير وهو أبان ابن سعيد أخو السيدة أمامه زوجة أمير المؤمنين عليه السلام، وبقي حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله، ولم ينقض بيعة الغدير، ما قبل ينقض بيعة الغدير. هذا الولاء
في الأحصاء، في القطيف، في البحرين، قديم مو حديث، أقدم منطقة في التاريخ على الإطلاق في ولاء أهل البيت هذه المناطق الثلاث، الأحصاء والقطيف والبحرين. هذا أبان، هذا الأمير من قبل النبي، هذا إلى سبب إقامة خطيب في الناس، قال أنتم بايعتم رسول الله يوم الغدير، أنتم أهل المنطقة بايعتم النبي، على ماذا تنقضون بيعة النبي؟ بايعتم علي في الغدير، بايعتم النبي أن الخليفة من بعده علي. عزل طبعا، بيعزل هذا ما بيبقى. لما صارت الحكومة بيد أمير المؤمنين عليه السلام، أرسل إلى المنطقة أميرا من قبله، عبد الله بن أبي سلمة ربيب النبي، اللي أمه من؟ السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، تزوج أمامه وأنجبت منه أبناء، محمد وإبراهيم وعبد الله. ثم تزوج أيضا، تزوج بالسيدة خولة بنت جعفر الحنفية. من وين؟ هذه أمامة من قريش، وخولة خولة من حوطة بني تميم، إليها قائد المنطقة حوطة بني تميم، ولاه النبي عليها، اسمه مالك بن نويرة رضي الله تعالى عنه. وبعد وفاة رسول الله أبى مالك بن نويرة وأصحابه إلا البقاء على بيعة أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه، فجاءهم جيش بقيادة خالد بن الوليد وقتلهم وسبى نساءهم، وجيء بهن إلى المدينة سبايا، من بينهم خولة بنت جعفر أم محمد ابن الحنفية كذا. ولما جيء بهم إلى المدينة المنورة وأوقفوهم في مسجد النبي، من بينهم هي، قالت لا يتزوجني. أراد طلحة بن عوف أن يتزوجها، أراد الزبير بن العوام أن يتزوجها، قالت لا يتزوجني إلا من يخبرني بسري. جاء أمير المؤمنين قال أنا أخبرك بسرك، قالت لا تفضل. ما سري؟ هي ما تعلم أن هذا الإمام علي، تعلم ربي الله نبي محمد إمامي علي، لكن ما سبق شفت علي. أنت الآن تعتقد إمام عصرك الإمام المهدي، لكن رأيت الإمام المهدي؟ لا. هي كذلك. قال لها حملت بك أمك في زمن قاحط ووضعتك في ذلك العصر. ارجع كتاب الشيخ جعفر التستري تلقى فيه المعلومات. فلما وضعتك قاحط ماكو مواد غذائية وإلى آخره، فقالت أمك متشائمة، مولود جديد يحتاج مصاريف، فقالت مولود ميشوم في سنة ميشومة في بلد ميشوم، فنطقت وأنت في المهد وقلت أنا مولود مبارك، يتزوجني رجل مبارك، ألد منه مولود مبارك، وسكتي. ماكو أحد في الدنيا نطق في المهد إلا من؟ اثنين، عيسى بن مريم، والثاني من هو؟ الثاني اللي شهد إلى نبي الله يوسف، وشهد شاهد من أهلها، هذا طفل اللي شهد إلى يوسف لما اتهم ظلما وعدوانا. أنت لما نطقتي بالمهد هذه آية تفاؤل. أمك كتمت هذا الكلام ما أخبرت به أحد، نقشت الكلام على لوح من نحاس حتى لا يضيع. فلما بلغتي قالت لك بنية ترى أنتين بالمهد صارت إلك معجزة، وأخبرتك القصة. من هو الرجل المبارك؟ ما نعرفه، ولو جاء أحد خطبك وش الدليل أن هذا هو الرجل المبارك؟ وش الدليل؟ ما عندنا دليل. فأنا لم أخبر بالكلام أحد،
فإذا جاء أحد خطبك وأخبرك أنك نطقت في المهد فهو الرجل المبارك. لازم يجيب آية له. وماتت أمك وما زلت تتعاهدين اللوح حتى غارت عليكم خيل خالد بن الوليد، فما كانت لك همة إلا أن مضيت إلى اللوح وأخرجتيه من مكانه وهو الآن تحت ثيابك. رفعت رأسها نظرت إليه قالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين، من أجلك قد سبينا. أنجبت محمد بن الحنفية وأنجبت يحيى وأنجبت عبيد الله. تزوج بعد ذلك بأسماء ابنة عميس الخثعمية التي جهلها بل تجاهلها التاريخ، أسماء بنت عميس الخثعمية وأختها ميمونة وأختها مريم وأختها نفيلة، سماهن النبي باسم الأخوات المؤمنات في الجنة، دولة من أول النساء إيمانان. ميمونة تزوجت بالنبي صلى الله عليه وآله، مريم تزوجت بالحمزة، أسماء تزوجت بجعفر، نفيلة تزوجت العباس بن عبد المطلب، استشهد جعفر تزوجت أسماء تزوجها أبو بكر بن أبي قحافة سنة 8 ومات سنة 13 وأنجبت منه ولدا اسمه محمد رضي الله تعالى عنه، من خلص شيعة أمير المؤمنين، من فدائي أمير المؤمنين عليه السلام. بعد وفاة أبي بكر تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام وأنجبت له ولدا اسمه محمد، فأبناؤها عندها عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر وعون بن جعفر، والولد الثاني من أبو بكر اسمه محمد بن أبي بكر، والولد الثالث محمد بن أمير المؤمنين. ولدها محمد بن جعفر استشهد في معركة صفين مع عمه الإمام علي وهو زوج السيدة أم كلثوم. مو أكو زينب الصغرى وزينب الكبرى، هذا محمد بن جعفر زوج السيدة زينب الصغرى بنت الزهراء. ولدها الثاني محمد بن أبي بكر استشهد في مصر تحت راية أمير المؤمنين، قتله معاوية بن خديج بأمر عمرو بن العاص بأمر معاوية بن أبي سفيان، ثم وضعوا جسده في جلد حمار وحرقوه، هكذا يقول التاريخ. ولدها الثالث محمد ابن الإمام علي عليه السلام استشهد في كربلاء مع أخيه الإمام الحسين عليه السلام. تزوج بعد ذلك بالسيدة سلمة ابنة من؟ سلمة. أكو رجل من الشخصيات يقال له امرؤ القيس، امرؤ القيس أكثر من شخصية. يا امرؤ القيس، امرؤ القيس الكندي قبل الإسلام ب82 سنة، صاحب المعلقة يطعبون الناس غبا في السنين المهملات، لا حفيده لا. أكو بعد من منطقتنا، هذه المنطقة اللي انت بيها، وشخص اسمه امرؤ القيس ذلك الوقت يقال له العبدي. إذن من هو امرؤ القيس الكلبي؟ من حوالي حلب، جاء المدينة وأسلم حدود سنة 18 هكذا 18-19، جاء وجاء وأسلم، جاء لأمير المؤمنين قال له: مولاي يوم القيامة لا أنساب بينهم ولا، والنبي يقول: كل حسب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. قال له: بلى. قال له: أنا أريد أن أقوم يوم القيامة وأنا من أنساب رسول الله، هؤلاء بناتي أريد تناسبوني. فتزوج أمير المؤمنين بسلمة، وتزوج الإمام الحسن بأختها حسنة، وتزوج الإمام الحسين بالرباب، هذه أخت الرباب. لم أقرأ أن لها عقب، أنا لا لم أقول أنه ليس لها عقب، لم أقرأ أن لها عقب، إلى الآن لم أعثر أن لها عقب. تزوج بعد ذلك بامرأة من فزارة،
وتعرف بالفسارية، وأنجبت له ولدا اسمه محمد، واستشهد هذا محمد مع أخيه الإمام الحسين عليه السلام، وهو الوحيد ابن الفسارية، وهو الوحيد من شهداء كربلاء لم يدفن في كربلاء، هو الوحيد، دفن في منطقة اسمها المحاويل قريب من الحلة، طريق الحلة نجف. لما طعن شبت به الخيل وألقته في ساقية هناك، وخرج أهل تلك الناحية ودفنوه سلام الله عليه. تزوج بعد ذلك بامرأة يقال لها الصهباء، الصهباء هذه ملك يمين، اشتراها من سبايا عين التمر، عين التمر القريبة بين حفر الباطن وبين العراق إلى كربلاء أقرب، محسوبة على كربلاء. أنجبت له توأم، ولد وبنت، والمرة الثانية أيضا أنجبت توأم، مرة ولد وبنت، أنجبت عمر الأكبر وهو الوحيد الذي لم يحضر كربلاء، وأنجبت رقية الكبرى، وأنجبت توأم عمر الأصغر ورقية الصغرى. عمر الأصغر استشهد في كربلاء مع أخيه الإمام الحسين عليه السلام، وهذا عمر الأصغر مو مدفون في الحائر عند الأنصار، مدفون في مشهد أبو الفضل العباس، اثنين غير أبو فاضل، ارجع كتاب التبر المذاب، ارجع كتاب الدمعة القطيفية، اثنين في مشهد أبو فاضل من أولاد أمير المؤمنين، ليس لهم ضريح، مثل سيد حسين أخو الإمام العسكري عليه السلام مدفون في مشهد العسكريين وليس له ضريح، مثل السيدة حديث أم الإمام العسكري مدفونة في مشهد الإمام العسكري وليس لها ضريح كذا. رقية ابنة الصهباء تزوجها مسلم بن عقيل، وهي أم أبناء مسلم، تزوج بامرأة من الأنصار يقال لها ابنة بشر بن مسعود الأنصاري، ولم أقرأ لها عقب. الآن كذا زوجة، الآن اللي ذكرناهم أحد عدهم أمام خولة، أسماء، الفزارية، ابنة بشر بن مسعود، ابنة امرؤ القيس الكلبي، الصهباء، هذه سابع كذا. الآن عدينا سابع منهم من توفيت في حياته، كم منهم من توفيت في حياته. أمام حضرت كربلاء وقدمت أولادها إلى كربلاء، أسماء بنت عميس قدمت أولادها لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، خولة مؤمنة جليلة فاضلة، ولدها محمد، وما أدراك ما محمد ابن الحنفية، ليش القراءة لأم البنين؟ هناك سر، أم البنين من بين نساء أمير المؤمنين عليه السلام، مع العلم كلهن مخلصات مؤمنات فاضلات عالمات، ليش أم البنين؟ سفرات أم البنين، باب الحوائج أم البنين، تقصد بالحاجات أم البنين، تقرأ وفاه وتنذر النذور أم البنين. أنا أو مستواي؟ لا، مستوى هؤلاء الجباهد العظام رضوان الله تعالى عليهم، سيد أبو القاسم الخوي رضوان الله تعالى عليه كما نقل بعض الثقات قال يخصص ليلة من ليالي السنة يعبد الله فيها بالنافلة وصلاة الليل نيابة عن أم البنين، خصها دون غيرها، دون غيرها. آية الله سيد محمود الشاهرودي ورد عنه أنه قال من كانت له حاجة متعسرة فليعقد مجلس لأم البنين،
يعقد لها مجلس تعزية ويولم في المجلس ويهدي ثوابه ثواب المجلس لأم البنين ويسأل الله حاجته، يعني باب الحاجة بعده. هذه كلمة مرجع، مو كلمة خطيب، مو كلمة شاعر، مو كلمة أي مؤلف، لا كلمة مرجع، تنسب الكلمة إلى مرجع الشيخ الميرزا التبريزي رحمهم الله جميعا المتوفى قبل 7 سنوات، لما سئل رحمه الله عما يعقد بسفرة أم البنين، هذا شيء جائز غير جائز؟ مباح بس فقط، لو مباح وعليه ثواب ورد الجواب منه أعلى الله مقامه، قال هذا مما تقضى به الحوائج، هذا من القربات، الإيلام باسمها. ليش التركيز على أم البنين؟ أم البنين أولاها أمير المؤمنين علما ما أولاه لغيرها. يقول الشيخ عبد الله المامقاني تنقيح الرجال، يقول يذل كلام أم البنين على أنها عالمة جليلة، يعني بالله عليك بالعقل، امرأة جامعة ذكاء وشابة تبات مع أمير المؤمنين تحت سقف واحد باب مدينة العلم، وش تتوقع معلوماتها؟ وهي مؤهلة لذلك، مؤهلة مؤهلة. أولاً المكانة العلمية من العلم والفقاهة والمعرفة التي وصلت إليها أم البنين قلما وصل إليها أحد من نساء الأئمة، قلما وصل إليها أحد من سائر النساء، ما أتكلم عن الزهراء، لا الزهراء ديك عدل الكتاب، الزهراء عدل الكتاب، الزهراء كفء أمير المؤمنين، الزهراء لا تتكلم ويا الزهراء أحد، لا مريم ولا آسية ولا 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 ولا، لا تتكلم ويا الزهراء أحد، أنا أتكلم سائر نساء الأئمة، سائر نساء الأئمة. حديث أم الإمام المهدي ترجمت عن الإمام المهدي، سموها الجدة، نابت عن الإمام المهدي، فاضلة عالمة جليلة كذا. حميدة المصفات أم الإمام الكاظم عالمة جليلة، فاطمة أم فروة أم الإمام الصادق عالمة جليلة، أم البنين عالمة جليلة من هذا النوع، من هذه الطبقة، من هذه المكانة، أولاها أمير المؤمنين علم ما ناله غيرها إلا قليل، وعلم من الإمام علي بلا واسطة، مو علم يعني عن فلان عن فلان عن فلان، لا من المنبع بدايته، من المكان بدايته. بعد هناك من قدم في سبيل الله، لكن نفسه هو قدم، شلون نفسه؟ شلون النفسية وهو يقدم؟ بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله ميمونة وخت زوجته زينب بنت جحش، هذه هي أمها عمة النبي، هذه من النساء اللاتي استقبلن النبي رجوع من أحد، بالتعزية استقبلوا النبي لما رجع من أحد، فوقفت السلام عليك يا رسول الله، عظم الله لك الأجر في عمك حمزة، خالها يصير؟ قال وعليك السلام، فلانة أنت؟ قالت نعم فداك أبي وأمي. قال عظم الله لك الأجر في خالك حمزة. قالت البقاء، إذا بقيت أنت يا رسول الله يكفي، خلاص كل مصاب دون رسول الله جلل، كلمة جلل تستخدم عدة استخدامات. قال عظم الله لك الأجر في أخوك عبد الله، عبد الله بن جحش. قالت إذا بقيت أنت عظم، هو الكفاية. قال عظم الله لك الأجر في زوجك، رأسا صرخت في وجه النبي خالها، قالت له أنت البقاء يا رسول الله.
أخوها قالت أنت البقاء يا رسول الله، زوجها لا، صرخت صرخت وولت وهي صارخة. أم البنين عليها السلام ما مر عليها هالموقف تجاه أولادها أو تجاه أحد أبداً. مكانتها العلمية الإيمانية جعلت المعصوم فوق كل شيء، وهذا هو الحق. لا يداني المعصوم أحد، لا يداني المعصوم أو مقام المعصوم أحد نهائياً أبداً. زفاها أهلها، شخصيات العرب، شخصيات العرب في أهلها شخصيات بارزة عظيمة. ربيعة بن مكدم وما أدراك، في أهلها مالك بن سنان ملاعب الأسن، في أسلافها مكدم والد ربيعة حامي الضعين حياً وميت، في أسلافها جعفر بن عامر بن صعصعة صاحب القصيدة المعلقة الذي وقف في وجه النعمان، وما أدراك من هم، بت أكابر بت أمرة، زفت لأمير المؤمنين. شوف موقفها ويا الزفاف من بلدها. أين بلدها؟ اليمامة أو بادية المدينة المنورة. على كل حال لما زفت، تصور شيعي زفوها بنت أناس أصحاب قدر ومكان، وصلوا بها عند بيت أمير المؤمنين عليه السلام. قالت للنساء قفنا، وقفوا بنات أمراء بنات زعامة، وقفوا. ايش سوت؟ حطت خدها على عتبة الباب وعثرت خدها بعتبة الباب، قالت السلام عليكم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، أتقبلوني خادمة لكم؟ هالمكانة وهالعز؟ قالت لا، دع على الناس، أما آل محمد فطأطأ كل شريف لشرفكم، أتقبلوني خادمة لكم؟ طلعت بنات النبوة وبنات الرسالة، واستقبلناها وقفت عند العتبة شوي، طالعت العتبة وقبلتها ورفعت راسها من العتبة وقامت تطالع الباب مال الدار. وإيش الطالعي؟ قالت هذا الباب ما فيه مسمار له، وهذه العتبة ما سقط المحسن عليها له. ها؟ ده الباب ما بيه مسمار، وين المسمار؟ أنا قبلت العتبة مكان ما وقع المحسن، بعد أم الحسن وين وقعت بهالمكان؟ أم الحسن اللي عصروها بين الباب والجدار. تعرف شيعي موالي، دي خالة، دي خالة أم محمد بن الحنفية، أول ما التقت بالإمام علي عليه السلام قالت لسيدي مولاي احنا سمعنا بذكرك، انت قتلت عمرو بن عبد ود العامري، شطرت مرحب بالسيف، قتلت ابن ابي جرول، قتلت ذي الخمار، قتلت العنكبوت، قائد كبير من هوازن اسمه العنكبوت، قلعت الباب، انت قلعت الباب، لكن جانا خبر احنا مو مصدقينه مولاي. شنو الخبر اللي جاك ومو مصدقينه؟ قالت صحيح، لطمت الزهراء وانت تنظر، هذا صحيح، هذا وأنت تنظر، إحنا مو مصدقين هذا الخبر. لما دخلت أم البنين في بالها السؤال، في بالها، في بالها هذا الشيء على قلبها على خاطرها، وأخذت تخدم أهل البيت بكل ما أوتيت من قوة، بكل ما أوتيت من نشاط، تقول لمولاي لا تسميني فاطمة، أني وما أملك وأحلي والناس كلهم فداء لتراب حداء فاطمة الزهرة، سميني أم البنين، لا يتذكر الحسن والحسين أمهم. وارتاحت من هالاسم، حملت بالمولود العظيم الطاهر المبارك باب الحوائج، ووضعته سنة 26 يوم 4 شعبان. شوف موقفها العظيم، شوف هالموقف، ويجي أمير المؤمنين وياخذ ذاك الولد
ويؤذن ويقيم في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى ويحنكه من ريقه ويسميه ويكنيه ويلقبه، سماه العباس وكناه أبا الفضل ولقبه بقمر العشيرة، وتالي بطل القماط وطلع عيده اليمين وقبلها وحبها، وطلع عيده اليسير وقبلها وحبها، وشال المقنعة عن راسه وقام ينظر في عينه وينظر في هامته. نظرت أم البنين إلا دموعه، وإذا بدموعه تجري على خده. عالمه عالمه، هذا ما يبكي عبث، ما ينطق عن الهوى، ما يضحك عبث، يعني هناك شيء. قالت سيدي، قالت سيدي، أفي كفي ولدي عيب؟ هل كفين بهم عيب؟ قال حاشا وكلا. إذن أنت باب مدينة العلم، أنت باب المدينة في العلم، ما بتبكي عبث، ذاك شبدك متقطعة من البكاء، دموعك على خدك لماذا؟ قال سر أخاف عليك من إفشائه، المرأة عند الولادة المناعة عندها صفر. قالت لا تخف، هو يعلم أنها قابلة لهذا الكلام، وإلا ما يقول لها، لو لا يعلم قابليتها ما يقول. قال ذكرت ما يجري عليه وما يجري على ولدي، قال يخرج ليأتي بالماء لأطفال أخيه الحسين، فتقطع كفاه من الزنود ويفضخ رأسه. سجدت لله شكرا ورفعت كفيها إلى السماء، الحمد لله الذي رزقني ولدا يكون ناصر لابن فاطمة الزهراء، الآن أني أنجبت، الآن الآن حققت، الآن أني أعطيت الثمرة العظيمة هذا المولود المبارك. وقالت هالكلام وصانت هذا الكلام، صار يوم 12 من ربيع الأول، ودخل بشر بن حدلم للمدينة وصرخ يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه، يقول ما بقيت محجبة ولا مخدرة ولا شيب ولا شباب، أرض المدينة ما ظلت مصونة بخدرها إلا وطلعت تصفج الهامة بعشرها، حتى الزهرة سمعة والونة. ارتفع البكاء، ارتفعت النياحة، راح أبو هاشم ولد محمد بن الحنفية وسكر باب بيت أبوه، قال للغلمان لا تقولوا لأبوي أن أخوه الحسين قتل، أعطوه جواده يروح للسجاد، أعطوه جواده وطلع جل حسين جل حسين، ومر في الطريق على نسوان يتكلموا، إلا وحدة تسأل الثانية سمعت خبر فظيع ماني مصدقة النه، قالت ما هو؟ قالت يقولوا زينب دخلت المجالس، وقف في مكانه. ردت الثانية قالت يقولون أن الحبل فيه، قال لو كان الحسين حي ما دخلت زينب المجالس، أم البنين جت. يقول بشر وإذا امرأة مذهولة مذهولة مذهولة، أنا كلامي واضح، قالت أخبرني عن الحسين، أنا تكلمت لك، مي مستوعبة، مي مستوعبة الحدث أبدا، سألت رجلا كان معي من المرأة، قال أم البنين 4 أولاد لا تلام، قلت عظم الله لك الأجر في من؟ قلت لها في جعفر، قالت من اللي سأل عن جعفر؟ الخلف والبقاء. عظم الله لك الأجر في عبد الله، قالت الخلف والبقاء في الحسين. عظم الله لك الأجر في عثمان، قالت الخلف والبقاء في الحسين. قلت لها عظم الله لك الأجر في من؟ قلت أبي الفضل العباس، قطعت كفاه من الزنود وفضخ رأسه. حاملة على كتفها ولده، إلى وجايبة ولده، لأن سمعت داكم جولة، طلعت الولد بتراويها أبوه، على بالها أبوه رجع، سقط الولد على الأرض. قالت بشر أخبرني عن الحسين، مو متنازلة، قالت لا، كل ما في الكون فداء للحسين، انتين ما كنك أم البنين، أم الأربعة لراحة وشهيدين، ولا أشوف عنهم تنشدين ولا تنشدين إلا عنه.
ألا خذي حجرا من الأرض واضربي به على رأسك، فلقد قتل يم البليل انذبح لحسين ويا عمامة، رد الضعن بس نسوة. أمرت زينب فضة قفي على الباب لا يدخل هذا اليوم علينا أحد. وقفت فضة دخلت، مولاتي ذاك جت أم البنين جات، قالت شريكتنا بالمصاب. حولت زينب من على فراشها وراحت تستقبل أم البنين. دخلت أم البنين شافت زينب جاية، فتحت زينب باعها، فتحت أم البنين باعها، اتحاضنوا ثنتينهم اشتبكتا وقعتا مغشيا عليهما، ثنتينهم غمروا. صارت النساء تتصارخ، أفاقتا من الغشوة. سألت أول سؤال تسأل أم البنين، ها إيش قالت؟ قالت مولاتي إن شاء الله أبو فاضل بيض وجهي وياكم، ها مولاتي زينب إن شاء الله أبو فاضل بيض وجهي وياكم. قالت لها أم البنين أبو فاضل ما قصر، اسمع يا شيعي اسمع اسمع، وصلوا المدينة والخلق ضجن بالحنين، وتلاقت بهالحال زينب. يلا يلا يا شيعي اسألوا حوائجكم، اللهم اقضي حوائجنا يا الله. وصلوا المدينة والخلق ضجن وتلاقت بهالحال زينب، اسمعها شيعي اسمعها، صار المناشد والوديعة صفجة الكف، بس الزفير الصوت بايح والدمع جف، بيها غدا ديك ليتام تلود وتحف، يم البنين تصيح شوفي فجعة البين. الآن بتتكلم زينب، ما اقدر اسولف بالجرى لا تنشديني، قلبي مفطر والسهر عامي، لا مال خابت والذهر خيب، راحوا الطبق كلهم كتل والتالي حسين. الحين بتتكلم ام البنين، قالت وحق الذي تربيتي بحجرها، ادري بوقعت كربلة شايد امرها، لكن ثلاث نشدات وضحيلي، ادري على ذكر المصايب ما تقدرين، لكن عندي ثلاثة اسئلة مولاتي زينب. قالت اسألي امها ام البنين. اسمع السؤال الاول، صاحت اريد نشدك فاز بالناموس عباس. بتسأل السؤال الثاني، تغبنت ام البنين، صدق جسم حسين بخيول العدنداس. بتسأل السؤال الثالث، نكست راسها، ويش هو؟ سامحوني شيعة سامحوني، وانتي وقفتي مكتفة بديوان الرجاس، بالحبل مربوطات وياك النساوي. اسمع زينب ايش قالت ليها، سمعي تقلها والدمع كف انهماله، سمعي تقلها والدمع كف حما، طيب الأصل ما ينحصى طيب فعاله، خاض النهر عطشان مهتم بزلاله، جود ملاها وكتب دال مدمع ال... يا الله اسمع اسمع محادثة شيعي بين مولاتك زينب ومولاتك أم البنين، تعلمها عن ولدها. فيض من الشاطي وبحر دم صير الطف، ابنك تلقاها وطوى صف على طار نزنودة وزاد عزمة والعلم راف، ولولا السهم وصل الخيمة بغير كفة، إن كان قلتي للشهيد حسين شلون ربه، إن كان قلتي لي
الشهيد حسين شلون رضاه دفنوا خوارجهم واخويا حسين. انا نخيتهم وعنادي لي بالخير وما قدر اسولف بالجرى غير اللي تسمعي. يلا شيعي موالي بتروح البقيع او بتروح لمشهد ابو فاضل على كيفك، او اكو مشهد ترى ما بيه زوار بتروح له؟ تعرف المشهد اللي هاي سنتين ما له زوار وكاسر قلبي وقلبك تعرفه؟ يلا عطنا صوتك، عط صوتك ام البنين. يلا شيعي ها اسمع يا شيعي. بالله استعد للموت يا ام البني، اردوا يتامى وانذبح عباس يا ام البني. بعد شيعي وزينب الحارة دخلت المجلس بل وشافت زيد الرجيس يضرب راس. بعد عدها حكي بعد شيعي ها عدنا حوائج. يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتا حرمة ضعيفة وضايعة ما بين يا الله. والله خجالا كان زينب طب من غير والي والولي مقيد بزنجي. بعد بيت شيعي بعد بيت. لا تذكروا لي حلسيم ترى دايب فا من البنين وكرمه ضمت ولا راعي العلم مطروح مقطوع لا زينب بلي رجال خسر على المها. اسمع هالبيت يا شيعي على لسان ام الحسن وش تقول؟ ش تقول ام الحسن إلى أم البنين؟ تقول أم البنين بدارها إلها على يدين لهدين علي. أم البنين أم البنين بدارها إلها على يدين ما ناحت على أولادها ناحت ما ناحت على أولادها ناحت على أنا وياك ويا الزهرة ويا أم البنين ويا زينب على حسين وحزني على قل للتي تبكي لفقد الحسين لا تترك النوح فقلبي حزين ألا فاندبي حينا بعد حين ويك لا تدعو. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا فاطر السماوات والأرض نتوسل إليك ونقسم عليك بسيدتنا ومولاتنا أم البنين وبعلها وبنيها
يا سيدتنا ومولاي يا أم البني جميعا إنا توسل بك إلى وقدمناك بين يدي حاجة يا وجيهة اشفعي يا وجيه اشفع اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل فرج إمامنا اللهم أيد واحفظ مراجعنا وعلمانا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا وسع أرزاقنا اقضي حوائجنا وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك شافي مرضانا فك أسرانا اقضي حوائجنا وحوائج كل محتاج اختم لنا بخير ادفع عنا البلاء إن نزل من السماء أو خرج من الأرض من أوصونا بالدعاء اللهم اقضي حوائجنا وحوائجهم اللهم كن لول صلواتك والفاتحة تسبقها صلوات